فكم من مصيبة، والمصيبة ما هي فقر، والمصيبة ما هي كسر يد، والمصيبة ما هي آفة من الآفات. المصيبة إذا فقد الدين، المصيبة إذا فقد الأخلاق، المصيبة إذا ضاعت عليه الصلاة وخرج الوقت، المصيبة إذا طلعت عليه الشمس أو جاءت وقت الحرمة وهو عبد متفاجل على فراشه من صلاة الصبح أو من صلاة العصر. هذه المصيبة.